فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سؤاله: هل التكرار 3 مرات للاستعاذة أم هو للاستعاذة والآيات؟ والآيات، استعاذة والآيات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.